يلا. عموما هو ما ادري، انا صايره انا احس ان الاخوين فنانين الايرانيين الراقيين محمود بولادتهن وعبد الله بولادتهن المشهورين عندنا طبعا باسم محمود ابو شهري وعبد الله ابو شهري، انا صار لي من زمان قاعد اشوفهم انه مو بكامل نشاطهم الحقيقي، يعني قاعد يطلعون في اعمال وبدال العمل عملين وثلاثه، لكن مو قاعد يطلعون بكامل رونقهم مال زمان. يعني احس هل الفنانين الشباب اثروا عليكم، خصوصا انتم كبرتوا، يعني كل واحد اعتقد انه تخطى الثلاثين يعني من العمر، هل اثروا عليكم؟ يعني مثلا عبد الله بهمن، حمد اشكناني، عندكم بعد دخول احمد حسين الى السباق هذا الدراما، فهد باسم، عندكم حسين المهدي، عندكم يعني وايد اليوم وايد قاعد يطلعون يعني من الشباب. وطبعا انتم لما الحين لازم الشباب الحلوين اللي البنات ميتين عليكم وعلاقة حب لا تكتمل، او ان تكتمل او ان تصير في فراق، وان واحد فيكم حاط عبد الحليم لا.